في هذا الفيديو راح نتكلم عن كيفية إيجاد معاملات المعادلة الخطية البسيطة باستخدام طريقة المربعات الصغرى. في الفيديو السابق تكلمنا عن كيفية إيجاد هذه المعادلة عندما كانت نقطة التقاطع مع محور Y غير محددة normal B، وشرحنا كيفية استخراج المعادلة وأعطينا مثال. الآن في هذا الفيديو راح نتكلم عن كيفية إيجاد المعادلة لما تكون النقطة الخط يجب أن يمر من نقطة الأصل عند 0 0. بنفس الكيفية راح نشرح نفس النقاط اللي شرحناها سابقا خطوة خطوة. الآن المعادلة الخط المستقيم اللي بده يمر من نقطة الأصل هو عبارة عن y بتساوي ax. أول شيء نوضع كل المجاهيل والمعالي بطرف وزيرو بالطرف الآخر، معناته y تساوي minus x plus minus y minus ax تساوي صفر. هاي الخطوة الأولى بتكون انتهت. الخطوة الثانية نوجد قيمة الخطأ عند كل نقطة، الخطأ ما بين القيمة عند كل إحداثي والخط اللي راح مر من خلالهم. الايرور يساوي y minus ax الخطوة الثانية، إذا أوجدنا قيمة الخطأ. الخطوة الثالثة نربع قيمة الخطأ، معناته مربع الخطأ يساوي مربع الخطأ e سكوير تساوي المربع للشق الأيمن من المعادلة. الخطوة الرابعة نوجد مجموع الأخطاء كلياتها، إذا sum s يساوي summation لمربعات الأخطاء ويساوي summation للشق الآخر من المعادلة. الخطوة الخامسة بنساوي قيمة مجموع المربعات الأخطاء بقيمة صفر، معناته s تساوي صفر وتساوي summation ل y minus ax الكل تربيع. الخطوة السادسة إنه نوجد التفاضل الجزئي للسميشن of squares اللي هو مجموع مربعات الأخطاء. نعمل التفاضل بالنسبة للمتغير a وهو المتغير الوحيد في المعادلة ويساوي صفر. المعادلة طبعا عشان نوجد التفاضل الجزئي لهذه المعادلة بالنسبة ل A الاثنين تنزل إلى أمام المعادلة، بعدين القوس كاملا والنقص منه طبعا واحد مضروبا في مشتقة ما داخل القوس بالنسبة ل A، معناته في ماينس X. ماينس X هذه المعادلة. الآن نوضع المعاليم على طرف والمجاهيل أي شيء في مجهول نحطه على طرف آخر، ونشكل هذه الخطوة السابعة ونشكل المصفوفة. الآن المصفوفة بتتكلم، معناته إحنا عندنا فقط الآن عندنا قيمة x للأولى هنا اللي فيها معامل a، ثم المصفوفة الثانية فقط في عندنا قيمة a، والمصفوفة المعاليم هي عبارة عن x i في y مجموع y في x y في x. إذن ثلاث مصفوفات اللي الآن نتعامل معاهم كل واحدة فيها فقط قيمة واحدة. لاحظ إنه كانت عندنا كيف كان شكل المصفوفة لما كانت قيمة b غير محددة، لأن اختزلت إلى هذا الشكل إذا لما يكون الخط بمر من الصفر. الآن عشان نوجد قيمة A بدنا نقسم مصفوفة Y على مصفوفة X. بالطبع ما في شيء قسمة مصفوفات، معناته بنضرب Y في مقلوب X، إذا A بتساوي مقلوب المصفوفة X في Y. ناخذ مثال. المطلوب إنه نوجد المعادلة اللي بتمر
معادلة الخط اللي بتمر من المتغير x اللي هاي قيمه ومتغير y اللي هاي قيمه، بشرط انه هذا الخط يجب انه يمر من نقطة الصفر. المرة الماضية كان قيمة b ممكن تمر من اي نقطة على محور y. الآن نعوض في المصفوفة، لاحظ هذه هي المصفوفة أو 3 مصفوفات. أول قيمة عندنا قيمة إكس تربيع، أوكي إكس تربيع معناها قيم العمود هذا مجموع مربعاته، مجموع مربعات كل قيمة، يعني 50 تربيع زائد 100 تربيع زائد 150 تربيع إلى الأخير، مضروبة في مصفوفة A اللي هي هاي اللي بنوجدها في مصفوفة Y. مصفوفة Y عبارة عن مجموع مضروب Y في X، 50 في 20 زائد 100 في 40 150 في 90 زائد 200 في 110 250 في 160، وهي بنحصلها من خلال X من خلال الأمر sum product. sum product إذا sum product ممكن هيك sum product هي الأريه الأولى كوما الأريه الثانية، شكل قوس وإنتر. الآن بدنا نوجد قيمة A عن طريق إنه نعمل معكوس أو مقلوب هذه المصفوفة ونضربه في ال y. عشان نوجد مقلوب المصفوفة x بنستخدم الأمر matrix inverse لهذه القيمة، كونها قيمة واحدة فمش من الضرورة إنه نعمل control alt control shift enter. إذا matrix inverse للقيمة هاي و y هي نفس القيمة اللي هون، وعندنا قيمة a، لأن a تساوي حاصل ضرب مقلوب المصفوفة x في y. إذا matrix multiplication لهذه القيمة في هذه القيمة يساوي m multiplications ملت للقيمة هاي كوما قيمة y ونسكر وانتر. إذا الآن هذه قيمة a، قيمة a اللي كانت مجهولة اللي هي ميل الخط 0.585 واللي هي طلعت عنا من لوحات اكسل 0.5855. إذا المعادلة y تساوي 0.5855x، قيمة b تساوي صفر فمش راح تظهر عنا في المعادلة. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.